بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. اليوم عندنا إن شاء الله فيديو جديد مفيد في الرياضيات الرابع ابتدائي، الوحدة الخامسة. عندنا الدرس هو عرض ومعالجة البيانات كيف ما تنشوفو، الدرس 20 صفحة 82. إذا نبدأ نفهم ونطبق. قررت أسرة من فاس السفر إلى الدخلة، فتكلفت بناتها زينب بحساب المسافات بين مدن العبور لنساعدها. هذه واحد العائلة من فاس بات سفر الدخلة، والبنت ديالها زينب تكلفت باش تحسب المسافات اللي ما بين فاس والدخلة، لأنهم ما بين فاس والدخلة كما تنشوفوها هي فاس، ها هي الدخلة، غادي يمروا بعدة مدن، إذا كاين واحد المسافة. حنا غنساعدو زينب في الطابلو هذا باش نعاونوها باش تعرف المسافات. كيف ما قلنا بأن عندنا هنايا واحد المدن مكتوبين فهاد على شكل عمودي وهنا على شكل أفقي، نفس الترتيب عندهم شكل عمودي شكل أفقي، الترتيب نفسه. فاس بني ملال مراكش أكادير العيون الدخلة، فاس بني ملال مراكش أكادير العيون الدخلة. غنعمرو الى عمرنا هاد المسافات اللي هنا هي نفسها كاينه هنا، الى عرفنا هذا غادي نعرفو هذا. اول حاجه غادي نعرفو باش نعمرو الطابلو، غنعمرو هاد العمود ديال المسافات هذا، هاد العمود هذا ديال المسافات. اول حاجه هنايا الى قلنا فاس بني ملال، هي بني ملال فاس بحال قريناها هكا، بحال قريناها فاس بني ملال 271، بني ملال فاس 271، فاس مراكش 445، مراكش فاس 445، سواء قريناهم هكا ولا هكا نفس يعطونا نفس النتيجة. إذا عندنا هنا واحد العمود عطاونا هما واحد المسافة وحنا نكملو، عطاونا 271 ولكن هما حسبوها لينا، داروا واحد الغلط، حسبوها لنا من إفران لبني ملال، وهي من فاس بني ملال 271، هي فاس ها بني ملال هي 271، إذا هذا عندهم غلط. ها هي هذه هي المسافة اللي فيها 271 كيلومتر. إذا عندنا ما بين فاس وبني ملال 271، غنشوفوا المسافة ما بين بني ملال ومراكش، نقلبوا عليها. بني ملال مراكش أو مراكش بني ملال 174، 174 كيلومتر، 174. احنا ما غنديروش كيلومتر لان ما عندناش واحد المسافه فين نكتبوها. مراكش اكادير، غنشوفوا مراكش اكادير، ها هي ها اكادير مراكش، ولا 225، 225 كيلومتر. اكادير العيون، ها اكادير العيون، اكادير العيون، ها هي اكادير العيون ولا العيون اكادير، 648، 648 كيلومتر. العيون الداخلة، العيون الداخلة ولا الداخلة العيون، 538، هي الداخلة العيون ولا العيون الداخلة، 538 كيلومتر، 538 كيلومتر. إذا دابا منين عاود عمرنا هاد العمود ديال المسافات غادي يجينا هاد الطابلو هذا سهل. كيف ما قلنا بأن فاس بني ملال 271 أو بني ملال فاس، عندنا بني ملال فاس ولا فاس بني ملال، هو هذا 271، 271 كيلومتر. عندنا مراكش فاس، هاي مراكش فاس 445، 445، 445 عفوا، 445. إذا عندنا المسافة ما بين أكادير وفاس، أكادير وفاس، ها أكادير وفاس، غنشوفو ما بين أكادير وفاس، هي فاس أكادير، فاس وأكادير، شنو غادي نديرو؟ 271 زائد 174 زائد 225، غادي نديرو واحد الوسخ. 271
زائد 174 زائد 225، النتيجة قالوا لنا ما بين فاس وأكادير هي 9، 14، 16 هي 669. 670 كيلومتر، 670. عندنا المسافة ما بين فاس والعيون، إذا فاس حتى العيون، ها العيون ها فاس. بلا درنا ما بين فاس لأكادير، غادي نزيدوها غير هاد المسافة ديال العيون، هادي 670 نزيدوها 648، عطانا هنا 1318 كيلومتر ما بين فاس والداخلة، هي هادي نيت، غادي نزيدو هالمسافة اللي هادي 538، 538 1856 كيلومتر. عندنا المسافة ما بين أكادير وبني ملال، ولا بني ملال وأكادير، بني ملال وأكادير، ها بني ملال ها أكادير، غنديرو 174 زائد 225، عندنا 9، 399 كيلومتر، 399 كيلومتر. المسافة ما بين بني ملال والعيون، ها بني ملال ها العيون، قبيلة درنا بني ملال أكادير، هادي نيت غادي نزيدوها، غنزيدوها 608، درنا الأكادير هو هذا عندنا الحساب، غادي نزيدوها غير المسافة ما بين أكادير والعيون وغتعطينا النتيجة 648 عندنا 1047، 1047 كيلومتر، 1047 كيلومتر ما بين بني ملال والداخلة، هاد 1047 غادي نزيدو هاد المسافة ديال الداخلة وهي 538، خمسة واحد، 1585، 1585 كيلومتر. عندنا المسافة ما بين مراكش وأكادير، مراكش وأكادير 225، ها هي، هي أكادير ومراكش 225 كيلومتر. المسافة ما بين مراكش وأكادير، ها مراكش ها أكادير، درنا مراكش أكادير، مراكش والعيون، مراكش والعيون، مراكش هي والعيون، إذا غنحسبو من هنا 225 مراكش العيون، 200 كما تنشوفو هنا 225 زائد 648 تعطينا 873، 873، 873 كيلومتر. المسافة ما بين مراكش والداخلة، هذه غادي نزيدوها من مراكش درناها للعيون، غادي نزيدو هذه للداخلة 538، ونخليوها نفس المسافة، غادي نزيدوها ما بين العيون والداخلة، تسعة زائد 15 هي 14، 1411 كيلومتر، 1411 كيلومتر. عندنا المسافة ما بين أكادير العيون، أكادير العيون، أكادير العيون، نشوفوها هنايا
ها أكادير ها العين 648 648 ها هي ها العيون أكادير 648. المسافة ما بين أكادير والداخلة، أكادير والداخلة ها أكادير ها الداخلة 648 زائد 538 1186 كيلومتر. اذا خرجنا هاد الطابلو غيخرج نفسه، غادي تخرجوه تشوفوا غير هنا المسافه نفس كاين هنا كاين هنا. اذا عندنا، اذا قالوا لينا هنايا نحسب المسافات المطلوبه نجري العمليه في ورقه مستقله كما شفنا الجدول. ها هو اللي باغ يصحح نفس عدد الكيلومتر اللي كاين هنا كاينين هنا. نحسب المسافات المطلوبه نجري العمليه في ورقه مستقله. بين قال لنا المسافه بين مراكش والعيون، بين مراكش والعيون غادي نحسبوا 225 648 بين مراكش والعيون. غادي نشوفوا هنا ها مراكش ها العيون 873 كيلومتر، 873 كيلومتر. المسافة بين أكادير والداخلة، أكادير والداخلة 1186 كيلومتر، 1186 كيلومتر، 1186. بين فاس وأكادير، ها فاس ها أكادير، إذا هادي زائد هادي، بين فاس وأكادير 670 كيلومتر، 670 كيلومتر، 670 كيلومتر. هنا قالوا لنا تبعد إفران عن فاس بستين كيلومتر، تبعد إفران عن فاس، ها فاس ها إفران، راه داروا لنا قبيلة. هنا كاينة 60 كيلومتر. إذا شنو قال نحسب المسافة بين إفران وبني ملال. إذا حنا باش نعرفوا المسافة بالضبط غادي ناخذ المسافة ما بين فاس وبني ملال هي 271 وغنقسم منها 60 كيلومتر وغتبقى لينا المسافة ما بين إفران وبني ملال. إذا ناخذ 271 نقسم منها 60 كيلومتر ديال غتبقى لينا 211 كيلومتر. عندنا 271 ناقص 60 كيلومتر 211 كيلومتر هي المسافة ما بين إفران وبني ملال 211 كيلومتر. تمرين واحد قال لنا أستعين بالجدول أعلاه لحساب المسافات المطلوبة بعد إجراء العمليات في دفتري. استعين بهذا الجدول هذا قال لنا توجد تيزنيت بين أكادير والعيون، تيزنيت بين أكادير والعيون. إذا هنا ما هم عطاونا واحد، هنا كاين أكادير وهنا كاين العيون، ولكن تيزنيت جات هنا ما بيناتهم، هي تقريبا قريبة أكادير. قالوا لينا هي تبعد عن أكادير 98 كيلومتر، إذا ما بين أكادير وتيزنيت 98 كيلومتر. ما المسافة التي تفصلها عن العيون؟ إذا شنو هاد المسافة هادي؟ هيا قلنا ما بين أكادير وتيزنيت 98، هاد المسافة قالوا لنا ما هي المسافة التي تفصل تيزنيت عن العيون؟ إذا في هاد الحالة بحال اللي درنا سابقا غادي نشوفوا المسافة ما بين أكادير والعيون ونقسم منها هاد المسافة ديال تيزنيت 98، غيبقى لينا ما بين تيزنيت والعيون. نشوفوا أكادير والعيون هنا، ها أكادير، أكادير العيون 648 كيلومتر، 648 كيلومتر. غناخدو 648 كيلومتر وغنقصو منها 98 كيلومتر، غنقصو
شحال بقات لينا؟ غتبقى لينا 550 كيلومتر، هي المسافة اللي بين تيزنيت والعيون، 550 كيلومتر. اذا هنايا غنديرو 648 ناقص 690، 550 كيلومتر هي المسافة التي بين كما قلنا بين تيزنيت والعيون. قالنا توجد قلعة السراغنة بين بني ملال ومراكش، عاوتاني عندنا قلعة السراغنة هذه بين بني ملال ومراكش، هذا بني ملال وهذه مراكش، عفوا كاينه قلعة السراغنة بيناتهم، هنا قلعة السراغنة إذا قالوا لنا ما المسافة التي تفصلها عن بني ملال، تعنيو قلعة السراغنة، وهما قالوا لنا المسافة قلعة بين قلعة السراغنة ومراكش بين وتبعدوا عن مراكش بثمانية بربعة وثمانين كيلومتر، ما بين قلعة السراغنة ومراكش كاينة ربعة وثمانين كيلومتر، قلعة السراغنة مراكش والمسافة اللي بيناتهم هي ربعة وثمانين كيلومتر. فهاد الحالة شنو غناخدو؟ غناخدو المسافة ما بين بني ملال ومراكش ونقصو منها هاد المسافة وغتعطينا المسافة الباقية. غنشوفو بني ملال مراكش، ها بني ملال ها مراكش 174 كيلومتر، عندنا 174 كيلومتر، إذا ناخذ 174 كيلومتر ونقسم منها 84 كيلومتر هي المسافة ما بين مراكش وقلعة السراغنة. قالت لنا 90 كيلومتر، إذا 174 ناقص 84 كيلومتر قالت لنا 90 كيلومتر هي المسافة التي تفصل بين مراكش وقلعة السراغنة. أن توجد خنيفرة بين فاس وبني ملال وتبعد عن بني ملال 131 كيلومتر، ما المسافة التي تفصلها عن فاس؟ قلنا ثاني ها هي فاس، ها هي بني ملال، ندير لكم هاد الجدول باش يسهلوا لكم، ولكن كاينه بيناتهم مدينه خنيفره، خنيفره كاينه هنايا. قالوا لينا هاد مدينة خنيفرة توجد خنيفرة بين فاس وبني ملال وتبعد عن بني ملال 131 كيلومتر، بينها وبني ملال 131 كيلومتر، إذا قالوا ما المسافة التي تفصل عن فاس؟ إذا نحسبوا هاد المسافة هذه، هما بغاو هاد المسافة هذه اللي بين خنيفرة وفاس. إذا في هاد الحالة غنشوفوا المسافة ما بين بني ملال وفاس، ها بني ملال وفاس 271 غنقسم منها هاد المسافة 131 اللي بين بني ملال وخنيفرة، وغتبقى لينا ما بين خنيفرة وفاس، بقات لينا 140 كيلومتر، إذا هنا 140 كيلومتر، هذه هي المسافة اللي تتفصل ما بين فاس وخنيفرة ولا خنيفرة وفاس، إذا هنا 271 ناقص 131 المسافة اللي ما بين بني ملال وخنيفرة، قالت لنا 140 كيلومتر، إذا هي هادي. تنتمنى هاد الفيديو تكونوا استفدتوا منه، وما تنساناش بالدعم ديالكم، تنساوناش بالدعم ديالكم، واللي باقي ما شارك في القناة يشارك باش يوصلكوا الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.